القلابة ساعات تضحك لك وتفتح إيديها، وساعات تيجي عليك وتقفل ببانها في وشك، ترفعك لسابع سماء وتنزلك لسابع أرض. بتلاقي الناس كلها حواليك واقفين جنبك في لحظة، ولحظة تانية يسيبوك في شدتك ويتخلوا عنك. متأمنش للدنيا وغدرها، لأن كسرتها هتسيبك وهتسيب جواك وجع عمرك ما هتقدر تتحمله. اهلا وسهلا بحضراتكم في يوم جديد وحلقه جديده من تفاصيل. النهارده في تفاصيل عندنا اكتر من فقره. فقرتنا الاولى هنشوف فيها اشهر جزاره في مصر، المعلمه اميره حندوقه. هي اشتهرت على السوشيال ميديا، مش عارفه ايه اللي حصل علشان يحصل معاها كل التفاعل ده. بتيجي لابسه دهب كتير على جلابية بلدي لفة فوق راسها عمة، أثارت جدل على السوشيال ميديا كبير قوي، والناس قالوا هي منين وبتعمل ايه وايه اللي عاملها كده، بتمشي في الشارع كده ولا هي جاية تلبس كده دلوقتي وتطلع قدامنا بالشكل ده. شخصية تحيرك، هو في ست تعمل في نفسها كده؟ هتشوفوا معانا الست أميرة. هي اختارت تعيش حياة الرجالة. فكرتنا التانية هيكون ضيفنا فيها فضيلة الشيخ إبراهيم الدسوقي، واحد من علماء الأزهر الشريف، واللي هيكلمنا عن فضل الصدقة الجارية ودورها في فك الكروب وشفاء الأمراض، تيسير الأمور ودور مؤسسة فعل خير الخيرية في حفر الآبار وبناء المساجد وتوصيل المياه ومساعدة الغير قادرين. قبل ما نطلع نشوف تقريرنا، خلونا نتكلم عن فنان قدير بدأت نجوميته من السبعينيات. شارك في أكتر مما يزيد عن 250 عمل فني. أول عمل فني ليه خلال خشبة المسرح مع الفنان فؤاد المهندس الأستاذ رحمة الله عليه، كان في مسرحية أنا وهو وهي. كل النقاد أشادوا بموهبته، وكل الجمهور قال الفنان ده موهوب قوي. بمجرد ما تشوفه في أي عمل قادر أنه يضحكك ويخليك تبكي في نفس الحالة، لأنه مش بس ممثل تراجيدي، لكن هو مش تراجيدي بس، هو كمان كوميديان، بيعرف يعمل كوميديا حلوة قوي. نجم النهاردة قدم أعمال مهمة في السينما زي توحيدة، درب الهوى، قضية عم أحمد، الراقصة والسياسي، وكمان مرة الراقصة والسياسي، المرأة والسطور، سفاح النساء، الشجعان التلاتة. في الدراما هتلاقيه عمل دموع في عيون واضحة، وطبعا يعني دوره في رأفت الهجان ما يتنسيش، الزيني بركات، هوانم جاردن سيتي، عائلة الحاج متولي، كان حماميته. رحبوا معايا بالفنان الجميل الموهوب عن جدارة أستاذ فاروق فلوكس. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. منورني ومشرفني. والله انت قلت عني كلام جميل، بس في حاجة عايز أقولها. اتفضل. أنا ما اشتغلتش أنا وهو وهي. معقولة؟ لا. أشكرك على التوضيح. أنا ما قلتش، لا أنا ما كتبتش أنا وهو وهي. أنا ما قلتش أنا وهو وهي. أنا حبيت إن حضرتك معانا، وكل كلمة قلتها كنت أقصدها بجد وبحقيقة، وأنا حد بيعرف يحط الناس في أماكنها، وحضرتك تستحق كل المكانة دي. حضرتك قدمت آخر عمل ليك في 2017، بقالك فترة كبيرة مختفي عن جمهورك، إيه السبب؟ كان مسلسل للصفعة. آه. وده كان مسلسل صعب جدا بالنسبة لي. ليه بقى؟ لأن كنت بمثل فيه شخصية إيزاك مسؤول الموساد في مصر. ما حضرتك معتاد على الأدوار دي، ده حضرتك قدمت رأفت الهجان. لا ده حاجة تانية بقى، ده مسؤول الموساد الإسرائيلي في مصر. عظيم. شخصية كريهة أنا شخصيا جدا. كفاروق يعني. فتعبت فيه جدا وأنا بقدمه، كنت أنا رافض. أنا من النوع اللي أحب الشخصية اللي بمثلها وأتقمص فيها يعني. وإحنا بنشوف حضرتك كده فعلا، حقيقي بيوصل لنا ده. فين وفين يعني، كان أول يوم تصوير عندي في المسلسل ده صعب جدا جدا.
والمخرج كان الأستاذ مجدي أبو عمير، قال أنا مقدر. مخرج كبير قال أنا عبقري. مقدر. كنت بغلط كتير في لأن مش قابل الشخصية. وبعدين بقى ربنا كرم وعملت. وبعدين أنا قبل السيرات الجميلة عملت 7 مسرحيات. قبل مشاركتك مع الأستاذ أحمد والله علي، اتفضل. عملت مسرحية مهمة عن بطولة الأستاذ أبو بكر عزت الله يرحمه، رحمة الله عليه، والأستاذ أمانة مدبولي، والأستاذ عادل إمام، والأستاذ سعيد صالح، والست عيلة راتب، الله والست نجوى سالم، الله اسمها الله. البيجامة الحمراء. كانت مسرحية جميلة جدا جدا، دي أول عمل احترافي على مسرح احترافي يعني. ايه الأعمال الأخيرة اللي بتتعرض على حضرتك في الوقت الحالي؟ لا دلوقتي ما بيعرضوش عليا، ومش علينا الواحد يعني، على كبار السن عموما. ليه كده؟ حضرتك إضافة كبيرة لأي عمل. قدما كبار الممثلين تقريبا ما اشتغلنا عليهم حاجة، ودي وجهة نظر طب يعني. هل تخلو الدراما من الجد والأب والحفيد ازاي؟ يعني مين يبقى الشخصية اللي هتجسد الجد الحفيد أو الناصح والمرشد والمعلم في الحدوتة؟ لا ازاي بقى يا أستاذ فاروق؟ ما هو ده اللي حاصل للأسف يعني. شوية أساتذة كتير مش موجودين في الساحة يعني، مش مهم، هو في السماء يرسوهم وتوعدون ونعم بالله يعني، ونعم هي بالله مش صدقنا قضية كده العظيم. اه طبعا بس أنا حضرتك قلت انك بترفض اعمال البلطجه، لو اتعرض عليك عمل اب للادوار اللي بتبقى موجوده للفنانين والنجوم يبقوا موجودين دلوقتي هتقدمه؟ أعمال بلطجة؟ لا ما قدموش. ايه اعتراضك عليها يا استاذ فاروق؟ مش طبيعتي وما اقدرش اتقمصها يعني، حتى شكلا وموضوعا او حجما ما يجيش في فرصتي ان ابقى بلطجي وامسك عصايا او حاجه زي كده واضرب يعني، عظيم. مش انا يعني، مش بتستهويك؟ يعني انا متقمص شخصيه وانا بمثل، فده من الشخصيات اللي مش محببه ليا يعني. قدمت دور مهم في الراقصة والسياسي، اترددت يا استاذ فاروق قبل ما تقدم الدور ده؟ جالك تردد؟ زارك التردد؟ لا ما ترددتش واضح لان حضرتك قدمته بجدارة. لأنه هو بيناقش قضية مهمة كانت بالنسبة لي، إن الرقاصة ما تعملش دور أيتام، لكن واحد بايظ زي ده ممكن الدولة توفي له، ايوه لكن الدولة ترفض عشان دي ايوه رقاصة، والرقاصة دي فنانة وبتعمل دور أيتام. كلمنا عن الكواليس مع النجمة الكبيرة نبيلة عبيد، كواليس العمل كانت شكلها ايه؟ طباعها ظريفة جدا اسلوبها. ظريفة جدا، كنت بستمتع بالشغل معاها جدا جدا جدا، واستمرت صداقتنا حتى الآن، ولو إن ما بنشوفش بعض كتير، لكن ست ظريفة جدا في العمل يعني. تعظيم. لو تعاد وتكرر الدور ده في أي فيلم تاني أو عمل سينمائي تاني تدخله بجدارة وما تترددش برضو؟ لا خلاص بقى، خد وقته. خلاص ده الفيلم ده أذاني وأذى عيلتي كتير جدا، ليه؟ الناس صدقت إن أنا الشخصية. لا حضرتك بتتكلم جد فعلا؟ والله العظيم ازاي ده تمثيل؟ ما احنا بنقول التمثيل تمثيل، ايوه انما هم اما يعني هقول لك حاجه، اتفضل. اما عملت حاجه متولي ابو مونيا، ايوه الناس صدقت ان انا كده، ممكن لان حضرتك بتتقن ادوارك قوي.
طيب استلهمت دور دورك في الراقصة والسياسي منين؟ جبت أدواته منين؟ مسكت الدور منين؟ الورق. الورق. معقول الورق كان رائع قوي كده ومفصل؟ لا، لما أنا ترجمت الورق للشخصية بقى كده، لكن هو مكتوب من الأول إن هو شخصية ليونة وشخصية كده يعني. عظيم. الشيخ وحيد حمد الله يرحمه في الجانب اليمين وكان الورق شخصية كده. ليونة في الكلام، ولكنه كان غير ملاوع أبدا، وكان أكتر شخص واضح في الفيلم، وكان أكتر واحد بيحب سونيا الرقاصة ومخلص ليها ومؤدب جدا، ومؤدب جدا حقيقي ما غلطش في حرف وكاتم واحد. أسرارها. أول عمل لحضرتك كان مع الفنان الراحل فؤاد المهندس. لا، اتفضل. أول عمل كان مع مدبولي وعلي الله، إمام وأبو بكر عزت وعين راتب. ده أول عمل. كلمني عن كواليسه بقى، كواليس أول عمل ده حضرتك تتذكرها؟ مين رشحك؟ أنا كنت اتعرفت بقى في الجامعة كهاوي يعني، وأعمل مسرحيات كتير، وكانت معرفتي بالأستاذ مدبولي يعني ابتدت، واللي كان مؤمن بيا جدا وهو اللي حطني على المضمار الأستاذ الله يرحمه أبو بكر عزت. الله يرحمه. ده أول ما اكتشف فيا الموهبة يعني. الله يرحمه. حضرتك شاركت معايا في المرأة وساطور. يا سلام، شوف الشخصية اللي عملها الراجل ده، ده خد فيها جائزة الدولة. ايوه. طيب هاخدك واروح الحاج متولي. ايه رأيك في الفكرة اللي بتتكرر دلوقتي؟ ناس كتير قوي بيقدموا الفكرة دي بشكل تاني، الزوج والأربع ستات. بتشوف الفكرة دي ما بتتكرر ازاي؟ أقول لحضرتك حاجة، اتفضل. تكرار القديم غلط. ساعات بيسموه انه احياء لتراثنا وفنانينا وأعمالنا اللي نجحت. لا يعني ما إلا إذا كان في يعني مورال جديد، يعني مضمون عالي جديد. استفدنا من وجود أربع شخصيات متجوزهم واحد، فده كده كان مظبوط. غير كده لا، ما يعني هيبقى تكرار. انت بتحبش تكرر ادوار، او بتحبش تكرر الممثلين يكرروا نفسهم في اعمال تانية؟ يعني لا يعني المضمون بتاع واحد متجوز اربعه، مع الحاج متولي مع الاستاذ محمد جابر اللي هو الذاكرة بقى، ولا يهمك خد وقتك. البطل يعني بتاع المسلسل. هي كده. طيب حضرتك لما تيجي بقى تعمليها بشكل جديد، ايه المضمون؟ هل الأربعة تجاوبوا زي التانيين ما كانوا متجاوبين؟ حضرتك عندك تيك توك؟ ما بفهمش فيه. ده سهل جدا يا استاذ فاروق. معلش عشان عندي تعب شويه في عينيا. ايوه ما بحبش انيكا فيه. فهمت فهمت، الف سلام عليك. طيب بس حضرتك قلت ان ما احمد كانت هتجيب لك جلطه، ويعني كنت يعني كانت هتسبب في ازمه كبيره ليك، الكلام ده حصل فعلا؟ وهل فعلا الامر وصل بيك يا استاذ فاروق ان ممكن تزعل منها قوي كده، او حضرتك ما تملكتش نفسك؟ بقول لحضرتك حاجه، اتفضل. عفى الله عما سلم. اهو حضرتك انسان لطيف جدا بصراحه حقيقي والله. عفى الله عما سلم. طيب لو احنا جينا وقلنا نشارك، جه عمل يشارك يجمع بين حضرتك وبين مدامها احمد، تدخل عادي؟ حسب الرواية. حسب العمل يعني مكتوب ازاي ووضعي فيه ايه، ولا انا عايز ولا لا امثل يعني دي الشخصية اللي اعترض عليا ولا لا كده يعني. في دور لسه حضرتك مستني يجيلك؟ كنت عايز اعمل العجوز والبحر. حضرتك عايز تعمل ايه؟ العجوز والبحر.
ايوه دي روايه. كان نفسي اعمله وكان زمان نفسي اعمل احلى من نطر الدم. من زمان ما اسعفش. ايوه هو انا ليه حاسه ان حضرتك بتتكلم ان انت فاقد الشغف او فاقد انك الامل؟ ليه حضرتك وصلت المرحله دي يا استاذ لا لا فاروق؟ امل ايه؟ انا عندي كل الامل، الحمد لله. انا لا اعيش الا بالامل. ازاي بقى؟ بس هو الاحد من نوتردام انا كبرت عليه سنا، انما العجوز والبحر ممكن يعني يناسب سني، بس عايز كاتب يعني يكون متمكن، لانه ده عمل رائع. طبعا دي روايه مهمه جدا. طيب لو كلمت حضرتك عن خلافك مع الفنان الكبير عبد الرحمن ابو زهره، لسه في خلاف ولا انتهى الحمد لا لله؟ لا انتهى خلاص. الحمد لله. راجل فنان جميل الله. وصاحبي كنت زعلت شويه خلاص وعدت، يعني مش ألم. الكبار الحمد ما لله. يزعلوش من بعض، صح. ياخدوا على خاطرهم شويه لكن ما يزعلش. طيب هل فعلا حصل ان في فنان اخد منك او سرق منك ترجمه روايه وبعدها كون فرقه فنيه وحولها لمسرحيه؟ حصل وربنا جاب لي حقي. ازاي بقى؟ احكي لي، جالك حقك ازاي؟ المسرحيه فشلت؟ ما نجحش والمسرح اتحرق. معقول؟ كنت بتدعي عليهم ولا ايه يا استاذ فاروق؟ ما اعرفش ادعي. امال إيه؟ ازاي؟ مين اول ما وصل لك الخبر قلت ايه؟ لا ما تسأليش الخبر ده، ده حوار دار معايا. ما قلت ربنا لو انا مظلوم، لو انا ظالم يعني اعمل فيا اللي عايزه، لو مظلوم وريني. نعم بالله. معقولة دي الواحد عمل انا مترجمه ويقراه ينقله؟ عظيم. لسه زعلان من محمد رمضان طيب لما قال في تصريحه عنك بانك ما يقدرش يقدم دور مساعد رقاصه زي حضرتك؟ ماشي ما يقدرش. حقيقي انا مع حضرتك في ده. وبعدين هو كان الفيلم اللي انا عملته ده كان من 30 سنه، كان هو عنده كام سنه؟ هو كان يقدر يقول الكلام ده من 30 سنه؟ ما يقدرش. انا مش زعلان منه، ده وجهه نظر، وجهه نظر بس متاخره. تسمع الفنانين بيكرروا يعتزلوا الفن عشان ما بيجيلهمش ادوار وكده، بتشوف ده ازاي؟ مين؟ حضرتك بتسمع عن فنانين بيعتزلوا الفن علشان ما بيجيلهمش ادوار، بتشوف ده ازاي؟ زملاء حضرتك. اشوف عدم يعني في خاف على الفنانين دول، يعني عليهم خاف، يعني ما يعني كل ما كل ما نقدموه كان لم يكن. حضرتك ضد موقف الاعتزال الفن؟ اعتزال بقى لأي سبب بقى، طبي، اعتزال حاجة، أي حاجة أيوه مرغم عليا يعني، لكن اعتزال عشان ما تجيبوش شغل لا. هو حضرتك ممكن تعتزل الفن يا أستاذ فاروق؟ شوف يا ست الكل، اتفضل. أنا داخل على 89 سنة، ما شاء الله تبارك الله، ربنا يا رب يزيدك ويديك كبرت البركة. يعني. أيوه اتفضل. ما في وقت كده الواحد لازم يريح فيه. فأنا مرحلة الراحة أنا بعمل حاجة دلوقتي جميلة جدا. اتفضل. أنا ألفت مونو دراما اسمها أنا إنسان عادي. حلو اسمها، أنا إنسان عادي. دي بقى اللي أنا إن شاء الله هعملها. مونو دراما والأسيست معايا مساعدة يعني. ولحد ما اقدمها ان شاء الله اعتقد ان حاجه كده قدمت اللي عليا في مجال الفن يعني. قررت مين هيقدمها؟ مين هيبقى بطلها؟ انا انت ان شاء الله خير، ان شاء الله تكسر الدنيا ان شاء الله يعني. خلصتها كتابه اهو، ما شاء الله عليك.
طب لو هسألك في لغط كده دائر من سنوات طويلة لا ينتهي، في ناس بتقول إن الفن لازم يكون فيه رسالة، وناس تانية بتقول لأ إن الفن ترفيهي، حضرتك تتفق مع أي رأي؟ وإيه اللي يمنع إن الترفيه يكون في جوه الرسالة؟ يعني الرسالة تبقى موجودة وفيها كثير من أو قليل من الترفيه أو يعني أو شيء يسعد المشاهد أو المتفرج. لا مانع طبعا، لا مانع، بس لا مانع، إنما كده أقدم كده وخلاص، ضحك للضحك من دون أي مبرر. يعني كثير من الأعمال اللي شدتك مؤخرا، قعدت قدام التلفزيون كده وتابعتها، كان في هذا المساء، هذا المساء حضرتك كنت بتتابعه امتى؟ هذا المساء ده كان عمل كويس جدا، وانا مش متابع جيد يعني من دول. يعني حضرتك دلوقتي مش بتتابع مسلسل؟ لا، ما بتشوفش تلفزيون؟ بشوف يعني مش كتير، عشان المشاهدة بتأثر على عيني جامد. عظيم، ألف سلام عليك، ألف ألف سلام لحضرتك. مش لازم إلا إذا كان عمل يعني واخد تفكير. يعني كلمة منك للجمهور اللي بيحبك وبيتابعنا دلوقتي، تقول لهم إيه؟ أقول لهم شكرا 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 على ما أولمتموني من عطف وحب وحنان واهتمامكم بي طوال فترة عمري الفني وبره الفني كمان، اللي بشوفه في الشارع وبشوفه في محلات بشوفه مع الناس هنا وهنا. شكرا، حب كبير جدا. يعني مهما قلت الناس بتحبني، اللي عايز يعرف يشوف مقابلة الناس ليا في أي مكان. فشكرا شكرا شكرا. نورتيني وشرفتيني أستاذ فاروق فلوكس، تحت أمرك. اتفضل. دخلة لطيفة جدا، هو إنسان لطيف في الحقيقة، جدا جدا جدا، وجريء لما تسأله جاوب، ما بيترددش، مش دبلوماسي جدا. اللي جاي معانا ايه؟ والله ما انا عارفه اقدمه. جمهورنا العزيز، اقدم لكم المعلمه اميره حندوقه، يلا بينا ابقوا معنا. خرجيه 2 معلمين يا اميره. ما يعني هو في معلم هيخرج مع معلم؟ هو بيبها بيا. غيري، محدش فرض عليكي كده. ما بعرفش، مش هعرف اغير، ده طبعي. انا عايزه اعرف، انت ست حلوه، انت عاوزه تعرفي من ساعه ما انا قعدت قدامك عاوزه تقلعيني دي. لو هتموتيني مش هقلعها، يعني ريحي نفسك. اه نفسي امثل دور ناديه الجندي ده. ما ناديه الجندي كانت زي القمر. النهارده حلقتنا من محافظه المنوفيه. أنا عايزة أقول حاجة للسادة المشاهدين، هي حلقتنا بطلتها واحدة ست، بس الست لما تشوفها هي لابسة جلابية وحاطة على راسها عمة، عمة بجد، مش أول مرة تشوفوها معايا، لا هي ظهرت قبل كده وتقريبا بقالنا في الظهور ده أسبوعين، بتتكلم بطريقة معينة، لابسه لبس واحد راجل معلم راجل، والزملاء الصحفيين لما شافوها قالوا انت ماشيه كده ليه؟ واسمك ايه؟ ومنين؟ وبتشتغلي ايه؟ وقفت اتكلمت بلغتها اللي هي معتاده عليها وعارفاه. احنا استغربناها، هي مش شبه الستات اللي ماشيه في الشارع ولا ستات، احنا كستات لا، هي ليها شكل لوحدها كده. رحبوا معايا بالمعلمة أميرة الجزارة. منوراني يا معلمة أميرة. بنورك يا باشا.
هو انت جزاره يا معلمه اميره؟ اه جزاره. يعني المعلمه اميره الجزاره ده مش لقب؟ لا جزاره دي شغلتي ومهنتي. اه يعني انت بتشتغلي جزاره؟ اه. انت كام سنه؟ 28 سنه. طب انت مش حاسه ان انت صغيره اميره اللي بتعمليه ده؟ مهنه وصعبه و سن صغير وعقل كبير. ازاي؟ زي الناس. ايه اللي كبر عقلك بدري كده؟ متمرمطه في السوق طول عمري وانا عندي 10 سنين وانا في الجزاره والمهنه دي مع ابويا ما والدش. فضل يرجع لوالدي برضو علمني اللي انا اجيب الجنيه ازاي واجيب الجنيه بالحلال وبالشقه و... بابا اللي علمك؟ اه ابويا. ليك اخوات ولاد رجاله؟ اه. طيب ما انت مش وحيده اهو. بس انا الصغيره دلعها زياده عن اللازم يعني. يعني انت في ده دلع؟ اه. ابوي لا ابويا حبي كان بياخدني وانا صغيره كان يفصل لي الجلابيه البلدي ياخدني معاه السلخانه والدكان والكلام ده. لما اتعودت بقى حبيت ان انا ما اقلعش الهدوم دي عمري. انت بدات تظهري امتى؟ والله انا ظاهره من زمان وانا عندي 10 سنين. في ناس صورتني برضو ونزلتني في الجرنان لقوني برضو لابسه العمه و وبسوق التروسيكل والمكنه وانا عندي 10 سنين برضو. اي حاجه بركبها بسوقها من غير ما حد يعلمني. بابا الحمد لله على قيد الحياه. اه ابويا ربنا يبارك فيه. طيب ما بيقولكيش مثلا كفايه يا اميره انا عايزك بقى تستتي وتخلفي وتعيشي وحياتك؟ طمن عليكي زي ايه يا اب؟ ما انا مخلفه برضك ومستتته والدنيا حلوه. اه. وعندك عيال؟ عندي عيال. كام عيل؟ عندي 4 عيال. وجوزك معلم؟ وجوزي معلم. جزاره برضه؟ جزاره وبيتباهى بيا في اي مكان. ازاي بقى احكي لي؟ انا اشرف اي حد عشان راجل بجد. انزل اي مكان اشرفهم فيه. هما بيتباهوا بيا في كل حته عشان عارفين ان انا بنت راجل. اميره الحندوقه ده اسم العيله بتاعتك؟ حندوقه ابويا. اما انا من عيله لابته. حندوقة ده ابويا. ده لقب بابا؟ اه ابويا. ابويا حندوقة. واخواتك عاملين معاكي ايه بقى؟ اخواتي رجالة اشرف بيهم في اي مكان. شرف ليا. طيب ايه اللي وداكي، ايه اللي جابك الاوبرا؟ ايه اللي وداكي حفلة مسرح محمد صبحي؟ ايه اللي خلاكي تروحي الاماكن دي وتظهري فيها؟ حابه الفن. عايزه تمثلي؟ اه احب الفن. انا مش محتاجه حاجه من حد. ازاي مش محتاجه حاجه؟ انا سالتك كنت متجوزه كنت بدور على دبله. ما انا ده انت يا ساده كله مش لاقيه دبله. ما بلبسش دبل. ليه بقى؟ ما عشان كده سالت. اه ليه ما بلبسش دبل؟ ما بحبهمش. يعني حابه الذهب ومش حابه الدبله؟ ليه بقى كده؟ احكي لي. لا قولي لي. متعقده منها؟ ما بتحبيش تلبسيها؟ لا انا ما بحبش البس. بحب الخواتم احسن من الدبل. حابه الفن. رحتي مين خدك وداكي الفن؟ مين ساعدك؟ قلتي لمين انا عايزه امثل؟ الاستاذه نانسي حسان تبقى بنت خالي. بنت خالك على طول؟ اه بنت خالي لازم. هي بقى انا حابه الموضوع دوت وهي خدتني معاها وكده. لما لقيتني بحب الفن وبحب الحاجات ديت قالت لي تعالى مرة. تحبي ايه في الفن؟ بحب التمثيل. بتحبي مين من الممثلين؟ بحب من الممثلين الفنان احمد العوضي بعشقه. مش محتاجه حاجه من حد. انا بعشقه لله كده. مش محتاجه حاجه من حد. انا بنت خير ومولوده في بقي معلقه ذهب. انا مولوده في بقي معلقه ذهب. مش محتاجه حاجه من حد خالص. ولا انا بقول كده اللي انا محتاجه منه اديني مساعده ولا الكلام ده؟ لا انت لو حد عاوز منه مساعده انا بساعده. طيب احمد العوضي ومين تاني؟ وبحب محمد عادل امام. اه طبعا بعشقه برضه. وكم حد كده مش متذكره. ستات؟ لا ستات مش واخده بالي قوي. بتحبي احمد العوضي ومحمد عادل امام وكم حد كده؟ اه كم حد. الستات مش واخده بالك. اه كم حد. بحب برضك اللي هي عملت فيلم المذبح ديت. ناديه الجندي. ناديه الجندي اه بحبها بعشقها. ونفسي اعمل دور زي دورها بس دورها
لو انا عملته مش تمثيل، انا بشتغل بنفسي، بعمل كل حاجه بنفسي، حتى اشيل اللحمه بشيله بنفسي. ليه ما بستكبرش؟ انا معلمه ماشي، انا ما بستكبرش عن اي شغل ليا، ما بستكبرش. انا عند صبيان بحب اروح افتح بنفسي وبيقولي، بدل الواحد ما هوش حاجته ما بيهتمش بيها. انت عندك محلك؟ اه عندي محل. انت كل ليه كل شويه تقولي انا عندي خير كتير، انا عندي، وشفتك حاطه فيديوهات على التيك توك، كنت حاطه رزان فلوس كده قدامك. اه عندي خير. قصدي ايه اللي مخليكي تقولي ده وتبقي في الصوره دي؟ هقول لك على حاجه، انا لما جيت اتصور مع الفنان محمد صبحي اللي هو زيزو ده، اه سابني ونط في قلب العربيه، وانا محتاجه منك حاجه؟ لا، ده انا بقي مولوده في بقي معلقه دهب، ما اناش محتاجه منك حاجه. حبيت اظهر له نفسي اللي انا مش محتاجه منه حاجه، انا عندي احتمال ممكن افتح شركه انتاج الصبح واشغل اللي هم مش عارفين يشغلوهم دول، الشباب اللي مش لاقيه شغل بتقعد على القهاوي ديت مش لاقيه شغل. انا عندي كفاءه ان انا افتح شركه انتاج واشغلهم عندي. انهي شباب بقى اللي مش لاقي شغل؟ الشباب اللي هم معاهم الكليات والكلام دوت ومش لاقيين شغل. طب شركه الانتاج يا كل الناس عايزه تمثل؟ في ناس كتير نفسها تمثل. انا لو قلت يا تمثيل مش هقول لك الجمهوريه بحالها، المنوفيه بحالها. ممكن يكون خاف من شكلك، انت شكلك مش مألوف. انا شرف اي حد في اي مكان، مش على الشرف، ممكن يكون قلق الممثلين. لا ده هو كان بيمد من ناس من اي حد، ما وقفش يتصور مع حد خالص، حتى انا مديت له عند العربيه كده لقيته قام نطت في العربيه وجاري. ممكن دايما النجوم الستارز الكبار بيخافوا على شكلهم وعلى مين اللي بتصور معاهم. على فكره انا كنت بعشقه وجايه من المنوفيه مخصوص اللي انا اتفرج عليه، فاهماني؟ واتصور اه بحبه، كنت بحبه، بس دلوقتي انا زعلانه منه اللي انا مش محتاجه حاجه منه. ايوه اه، وقلت له انا جايه من المنوفيه عشان اتصور معاك. قال لك ايه؟ ما هو قال ولا عاد نط في العربيه على طول. انا بكلمك زي ما انت بتكلميني، على فكره انا ما بحبش ان انا انكر الحلو حلو والوحش وحش، انا بكلمك زي ما انا بتكلم، ده اسلوبه وده كلامي. ماما معلمه زيك كده؟ اه والدتي معلمه. تلبس عمه؟ اه وجلابيه؟ تلبس عمه وجلابيه، بس هي ما هي زيي طبعا، انا واخده الطبع دوت مني، نزلت السوق ومشيت في السوق وقعدت في السوق، فاهماني؟ وطبعت بالسوق وبالرجاله اللي في السوق. طب انا مصاحبه الرجاله اكتر من ستات، وانزل في اي مكان. هتتعاملي مع الرجاله اكتر من الستات؟ اه بتعامل مع الرجاله اكتر من الستات. ليه بقى؟ انا اتخلقت لقيتهم في وسطهم، لقيت نفسي في وسطهم. حد من اخواتك زيك كده البنات؟ لا، اخواتي متعلمين وفي بيوتهم، ما فيش حد فيهم جزار خالص. انت متعلمه؟ انا معايا دبلوم. طيب وانت اللي اخترتي مهنه الجزاره دي، ولا انت لما انا طلعت لقيت نفسي كده؟ اه انا والدي. طب ليه بابا ما عملش مع اخواتك البنات اللي قبلك كده؟ هو كان حبيبني اللي انا جريئه. لا ده انت جريئه قوي. اه كان حبيبني اللي انا جريئه. انت معديه الجراءه. كان موقفني في الدكان ب 100 راجل، كان يرميني في الاولى اطلع نفسي منها لوحدي، ما اقولش لحد تعالى اسندني اعملني، لا انا مسكت السكينه بشفي وبقطع لوحدي وبروح السلخانه لوحدي وببح وبعمل كل حاجه، اي حاجه بسلك فيها. حتى جوزي دوت خطيبني وانا كده. جوزك بقى اللي حبه فيكي عشان يجي يتقدم لك؟ حاجه بتاعت ربنا بقى. انا ما بالله يعني ايه شاف فيكي ايه عشان يحبك؟ شاف فيا المرجله ويقول لك انا اسيب واحده ب 100 راجل وحبني اتجوزني. مين بيفصل لك التوب ده؟ الحاج عبد الستار. ده ترزي رجالي. اه ترزي رجالي. امتى بتلبسي فستان كده يا اميره؟ انا ما بلبس فساتين، انا في البيت ببقى احسن من اي واحده قاعده في بيتي. ازاي؟ زي الناس. احكي لي. تعالي شوفي عندي وانت تشوفي كل حاجه.
اما بره لابسه التوب ده. بره ببقى في وسط الرجاله بميت راجل. حبيبتي امتى مثلا تلبسي فستان وتقولي انا هحضر الفرح ده بفستان؟ لا بحضر الافراح بجلاليب بلدي. ليه؟ من غير ليه؟ ده طبعي والناس واخده عني كده. اقل بنفسي قدامهم ليه؟ هو الفستان الا؟ انا بحس كده اللي انا جلابيه الرجاله حاسه بيها من زمان اللي هي ستراني. في عبايات جميله. انا حابه كده. لو عاوزه عبايه بمليون هجيبها. بس انا حابه نفسي كده. انا شايفاكي ست جميله. انت الاحسن حبيبتي. فانت لما تلبسي فستان او تلبسي حاجه اللي تريحك اللي تختاريه. اللي يريحني ده. ده اللي انا لابسه ده. ده مش لبس ستات. انا حابه لبس رجاله يا اميره. انا حابه كده، حابه نفسي كده، طلعت لقيت نفسي كده. اللي بيتعود على حاجه ما بيعرفش ينساها. طب العين ما بتوجعش راسك؟ لا ما بتوجعش راسي. يا شيخه. والله. يعني انت ولابسه طرحتك كده؟ يعني مش عارفه انت محجبه ولا مش محجبه؟ لا انا بلبس العمه بتاعتي حتى في بلدي. طيب لو لبست الطرحه بقى على 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 عبايه واسعه، عبايه حريمي واسعه، مش حابه كده. طب دي ما بتصدعكيش؟ لا ما بتصدعنيش يا مؤمنه. لو اقول لك انا والله كمان مره اقسم بجلال الله، لو اقول لك في هدوم من فرحي ما لبستهاش مش هتصدقيني. في هدوم من فرحك؟ انت متجوزه بقالك كام سنه؟ انا متجوزه بقالي 10 سنين. اخواتي ليا اخت كبيره كانت مسافره بره جايبه لي الهنا والفرح كله. اقسم بالله ما لبست الهدوم دي. ما لبستهاش خالص؟ لا. ما خرجتيش مع جوزك وتتعشوا وتتغدوا؟ انا بخرج مع جوزي ببقى يعني ببقى ست الكل برضه ب 100 راجل وهو بيتشرف بيا في اي مكان. انتوا خارجين اتنين معلمين يا امير. ما هي يعني؟ هو في معلم هيخرج مع معلم؟ هو بيتباهى بيا. بيتباهى بيكي ازاي؟ بيتباهى بيا في اي مكان. حبيبتي حتى من غير ما تلبسي العمه والجلابيه الرجاله هيتباهى بيكي. مش دول اللي مخليهم يتباهوا بيكي. انا اتولدت لقيت نفسي كده، اعمل ايه يعني؟ اتولدت لقيت نفسي كده. فما رضيتيش تسيبي ده؟ لا. طب ما تيجي تاخدي قرار وتسيبيه. طب اقول لك على حاجه، انا وانا ماشيه في البلد انا اخواتي جابوا لي في فرح اخويا يعني ايه بتاع طويل كده بيتلبس، انا مش عارفه اسمه حتى، بس انا حسيت ان انا مش مبسوطه. يعني اخواتك البنات جابوا لك لبس؟ حطيتي ميك اب؟ ما بعرفش. لا ما بحطش، ما بحبش الحاجات دي. ليه ما انت عامله تاتو؟ انا عاملاه عشان كان في خبطه في دماغي كانت مبوظه وشي. عاملاه في حواجبك؟ اه. الخبطه كانت في حواجبك؟ اه. طيب فبعد كده قلت ما بتحبيش المكياج. هما اللي خلوني عملته بره. تحبي اخواتك انت قوي؟ بعشق. احنا لينا الا بعض. ما كناش بنحب بعض هنبقى اولاد حلال. احنا اولاد حلال. طيب ولادك بقى عاملين مع الكاركتر ده ايه؟ مع الشخصيه دي؟ عيالي بيتباهوا بيا قوي. ازاي؟ انا عندي عيالي بيبقوا في الدرس، العيال يقولوا لهم ايه؟ امك يقولوا له امي تشرف اي حد. امي شرف لينا. ولادك كام سنه؟ انا عندي العيله الكبيره عندها 10 سنين. ملبسها عمه وجلابيه؟ لا لا لا، عيالي اعلمهم. عيالي بودوهم دروس وبص بقى بخليهم نمره واحد. انت عند ام الاربع بنات؟ اه. طيب انت مخليهم فيهم واحده زيك او واحده حابه كاركتر ماما تبقى زيها؟ في واحده اه حابه. واحده انا مش هكذب عليك. واحده حابه وبتقولي فصلي لي جلابيه بلدي زي ما انت بتلبسي. اللي هي رقم كام فيهم؟ اللي هي حنين رقم 2. كام سنه؟ عندها دلوقتي عندها 7 سنين. وانت مش راضيه؟ وانا مش راضيه. طب انت خايفه عليا ليه بقى يا امين؟ انا مش عايزه، انا طلعت لقيت نفسي كده، انا عاوزاه اتعلم زي اخواتها عشان ما تبصلهمش. طيب لابسه الدهب ده كله ليه؟ شو يعني؟ تتباهي؟ مش شو، خير. بس مش لازم تلبس كله. خير. الحمد لله ربنا يزيدك يا حبيبتي، بس مش لازم يتلبس الخير كله. بيخير. الخير؟ بيخير. بيخير؟ اه. يعني ايه؟
يعني بدل معايا وربنا مديني ما لبست ليه؟ وفي تاني وما لبستوش. حبيبتي انا موافقه. طب وايه اللي هيحصل لو لبستي حاجات قليله منه؟ ما هو عندك. احنا انا حابه كده اللي هم بيبقوا الجزارين اللي بيبقوا في السلخانه بيبقوا لابسين، بس انا مش هكدب عليك انا اقوى واحده فيهم. اه يعني هم اصلا كاركو كلهم بيلبسوا دهب كتير. اه بس انا اكتر واحده فيهم وانا بنت خير، يعني انا جاي من بيت ابويا كمان لابسه الدهب. هم المعلمين الستات اللي في السلخانه بيلبسوا دهب برضو؟ اه بس مش زي طبعا. عشان انتي اغنى منهم. اه مش هكدب عليك. ايوه فهم لو عندهم يلبسوا كله. هم لو عندهم هيلبسوا. هم لو عندهم هيلبسوا. في ناس بقى بتطلع على النت اللي هم بيطلعوا يعملوني دول، ده لابسه دهب فالص ولابسه دهب مش عارفه ايه، جايباه من سوق الجمعه. انا ما بسمعش لحد، لو سمعت لحد بس انا ناجحه في السوق. انا لو سمعت لحد مش هخلص. مش فاهم. في ناس يعني زعلتي لما قالوا الدهب بعيره؟ ناس ما اعرفهمش عاملين، يعني ممكن يكونوا جزارين من اللي هم عاملين ايميل مضروب ده، عشان انا عامله مبادره لحمه كيلو ب 200 جنيه عشان الغلابه، وربنا بيرضيني برضك يعني بس بمكسب قليل. انت عندك محل واحد؟ عندنا يجي ثلاث اربع محلات عمري ما بتكبر على حد، بتوع ابويا واخواتي وانا ليا واحد. وجوزك؟ عمري ما بتكبر، ما هو جوزي معايا. انا عمري ما بتكبر على حاجه. تروسيكلي بسوقه، بشوف فيديوهات. اه تروسيكلي بسوقه وبنزل اجيب حاجتي. مين علمك سواقه التروسيكل؟ انا ما حدش علمني حاجه، اي حاجه بركبها بسوقها. يعني ما وقعتيش بيه مره يا امي؟ ولا وقعت بيه ولا الكلام ده. تقلعي العمه دي وريني شكلك من غيرها، ووريني بتربطيها ازاي. لا مش هقلعها. انت مش هتعرفي تربطيها؟ لا هربط. انت عاملاها لنفسك؟ صعبه جدا على فكره. لفه العمه دي عند الفنانين بيجيبوا لها ستايلست هو اللي يعملها. عظيم. هي كده بتعملها من غير مرايه. ايه يا باشا كملي يا حبيبتي. العمه عشان انا مش واقفه قدام المرايه كمان. ايوه عارفه. محدش بيعمل لي عممي ولا بخلي حد يعمل لي حاجه. بتلبسيش الطاقيه؟ بتلبسي الطرحه؟ اه بلبس الطرحه. وبتلمي شعرك؟ اه بلم شعري. وبتقومي لفه عمتك؟ انت اللي عملتيها لنفسك؟ اه انا اللي بعملها لنفسي، محدش بيعمل لي حاجه. وبابا؟ بابا دوت ابويا صاحب فضل عليا. لابس عمه برضو؟ لابس عمه. ابويا اخواتك لبس كلهم لابسين عمم؟ اخواتي الصبيان لا، ابويا بس. انا طالعه زي ابويا في كل حاجه. مين اللي اتخانق معاكي لما رحت الاوبرا؟ مصور كان عاوز يصورني وانا داخله، انا ما رضيتش اصور معاه عشان كنت داخله جوه اللي انا ايه الحق مكان واقعد وابقى اتفرج على اللي هم الممثلين واتصور معاهم وكده. بيوقفني عاوز ياخد وقتي مني. قلت له وانا خارجه، وانا خارجه لا حد تاني بيصور معايا، ده مهزقه. طيب جوزك بقى لما بيشوف فيديوهاتك دي بيقول لك ايه؟ بيتباهى بيها الشهره دي. أوه. مبسوط انك بقيتي مشهوره يا اميره؟ اه الناس بيقابلوني في الشارع بيجوا يتفرجوا بيصوروا معايا. الناس بيجوا لي السلخانه. انت يا اميره لازم الناس تصور معاكي بصراحه. الناس بيجوا لي السلخانه مخصوص. في ناس جايه لي من طنطا ومن الزقازيق ومن الحتت ديت يجوا يصوروا. انت من باجور منوفيه؟ انا من المنوفيه. تعرفي تطبخي؟ بطبخ وبعمل كل حاجه. اه ما انا بقول لك انا في البيت ببقى ست البيت، وفي الشارع ببقى ب 100 راجل. ولما جوزك يتخانق معاكي؟ ما بنتخانقش مع بعض، انا مش هكذب عليكي. الحمد لله. هو بيحترمني وانا بحترمه. وبعدين انا ظهري في ظهره برضه. ازاي؟ زي الناس. ببقى واقفه في المحل ماسكه السكينه ولا اقدع راجل. بشفي وبقطع وهتلاقي شفت الفيديوهات. شفتها؟ اه. وما بحب الصنايعي يقف لي على حاجتي، حاجتي بنفسي، شيل اللحمه بنفسي، كل حاجه بنفسي. لو في باين برضو بركب العربيه وبنفسي، عندي عربيه نص. الناس بتقول عليكي كلام وحش. ما اللي يقول يقول، ما بيهمنيش كلام حد.
قولوا انت جاهله. اللي يقول يجي يقول تخلف مش مشكله، ما بيهمنيش كلام حد. طب وانت ما تستاهليش كده؟ ما استاهلش كده، اللي يقول يجي يقول لي في وش. انت ما تستاهليش كده، ما تستاهليش الظاهر بتاعك يبقى كده، انت تستاهلي احسن من كده. اقول لك على حاجه، انا ما بيهمنيش، حسب المايك، انا ما بيهمنيش كلام حد، انا مش هقول تاني، انا ما بيهمنيش، خلي اللي يقول يقول من هنا لبكره، ما فيش اي حاجه بتشغلني. طب ولادك؟ ولاد على دماغي، بيقولوا امنا شرف لاي حد. انت هتجوزيهم وهتناسبي عائلات؟ هتجوزهم، وعيالي دولت هيتجوزهم من وش امهم وابوهم برضه. طب ما لازم الدنيا بحالها بتسترجني، والرجاله بيستمنوا يقعدوا معايا ويقعدوا يتكلموا معايا. حبيبتي في زي كتير وستات جدعه قوي ولابسين لبسهم احنا جدعين برضو ب 100 راجل. طيب. بس احنا طلعنا نفسنا، لقينا نفسنا كده. اتغيري، ما حدش فرض عليكي كده. ما بعرفش، مش هعرف اغير، ده طبعي. حاولي. ما بحاولش. طب انت بتقولي انا بحب الفن وعايزه امثل. ماشي، بحب الفن، انا احب الفن، اخش في الفن وفي التمثيل بدوري. اما اللي انا اقلع الطرحه وبشعري والبس محزق وملزق والكلام ده، انا ما بعملش كده. ما هو المحزق وملزق ده ما ينفعش، وبرده العمه والجلابيه الرجالي على الست ما تنفعش. يا باشا انا طلعت لقيت نفسي كده في الدنيا، اعمل ايه يا باشا؟ انا اتغير، مش هعرف اتغير. نحاول. مش هعرف احاول. روح فين يا رب. طب بصي يا امير، اما تمثلي هيطلب منك ادوار مثلا واحده ست كلاس راكبه عربيه مرسيدس، نضاره شمس، شنطه، شوزه هيلز، شوزه كعب. مش همثل لو في الكلام ده، ما اناش همثل. يبقى انت مش هتاخدي الادوار دي؟ لا مش هاخد الادوار دي. يبقى اذا ما تعرفيش تمثلي، ما اعرفش اعمل ده. التمثيل دوت حاجه في دماغي، يعني ايه؟ يعني حاجة اتحطت في دماغي، عاوزة نفسي امثل دور نادية الجندي ده. ما نادية الجندي كانت زي القمر. ماشي، ما انا زي القمر. ما انت زي القمر يا حبيبتي، بس بشعرها الاصفر، الجلابية المرسومة دي كده يعني، وبرده كانت بتلبس سلك. ما انا بلبس جلاليب مرسومة برده. اه بس ما بتظهريش بيها؟ بظهر بيها بس مش حريم. اه فاهمة. رجالي. اه. رجالي مش حريم. الخاتم الفضة ده؟ ده دوت صورة ابن الله يرحمه. الله يرحمه، وريني كده. هو مات كام سنة؟ هو كده كان عنده شهرين ونص، كان هو اللي جاي لي عليا. الله يرحمه. الحمد لله، شافي عليكي في الجنة، ماليش نصيب فيه. ربنا استرد أمانته، كتب لك في الجنة. الحمد لله، ماليش نصيب فيه. في معلمين كتير في السلخانه يا اميره، شاطرين وجدعان، واكيد في ناس اشطر منك واغنى منك. ما الدنيا مليانه يا اميره. اقول لك على حاجه. قولي. ما بتكلمش اغنى ولا مش اغنى؟ طيب انا ما بتكلمش اغنى ولا مش اغنى. انا عاجبني اسلوبي كده. اه يعني ده شو؟ انت فاهمه ان انت مش اغنى معلمه في السوق، في ناس اغنى بكتير، وان انت محتاجه لطف ربنا. ماشي، التجار، ما انا بحب اتعامل في وسط التجار، انا اروح. طيب يبقى انت فاهمه قانون السوق. في ايه بقى؟ قانون السوق ان في اكبر منك يا اميره. لو انت غنيه وحطيتي فلوس رزم رزم قدامك، في ناس اغنى منك بكتير يا اميره. ماشي، عارفاهم وعارفه اساميهم. اغنى منك ومعروفين، بيبقوا في كل منطقه. أنا معروفين. انا ما ببصش للاغنى مني. وستاتهم شاريه ذهب، لو انت مثلا ربنا كرمك ب 3 4 كيلو. انا ما في ناس عندهم اغنى مني، انا ببص لنفسي. طب في ناس عندهم 10 و20 و30 كيلو. ما بتكلمش الا عن نفسي، ما بتكلمش على حد، خلي اللي يتكلم. ما هو الكاركتر، ما هو الشخصيه دي مش هتقنعني ان انت اتقل واحده في السوق. ما انا بقول لك انا ما بتكلمش على حد، انا بتكلم عن نفسي انا. بس خليكي كده عشان ما حدش يزعل مني، انا بتكلم عن نفسي بس. انا عامله اللي انا عاملاه ده من شقى، من شقايا تعبي. كلهم عاملين كده. لا انا عامله، انا مش عاوزه اتكلم ولا اخبط ولا الكلام ده. انا عيله شقيله من صغري، مش محتاجة حاجة من حد. عمري ما مديت ايدي لمخلوق قلت له اديني جنيه. ناس كتير كده. ما في ناس كتير زي شقايا وتعبي عاملة منه. اما ولا جايبة ولا عاملة، بس انا ما ينفعش اللي انا اقول قدام ال حبيبتي. ناس كتير ما بتكلمش على حد.
احنا مش بنتكلم الدنيا كلها برضك على دماغي والناس اللي اغنى مني ولا مش اغنى مني، انا ما بتكلمش على الكلام ده. بس انا زعلانه الناس بتهزقك. اللي يهزني يهزني، ما هو اللي بيهزني بيهزني بقميل مضروب ما يعرفش يواجهني وش في وش. كل الكلام بنتواجه بيه يا اميره، بس في كلام بيوجع. ما اللي يقول يقول، لا انا ما بتوجعش ولا حاجه بتفرق معايا خالص. ليه انت مش ست وعندك قلب لا ومشاعر؟ لا ما بتوجعش ولا حاجه، بصي تهز شعره من دماغي. تزعلي امتى؟ ما فيش حاجه زعلتني الا فراق ابني بس. عيطتي؟ امال ما عيطتش، كان هو اللي جاي لي. ده انا كنت اتجننت. ازاي؟ كنت بعد ما مات كنت بمشي كده مع نفسي كده، ما كنتش بكلم حد. ما خرجنيش الا موضوع التصوير والكلام ده. هو لسه انت لسه فاقده؟ لسه ما يبقى له جي سنه. يكون ده هروب وزعل؟ يعني ايه زعل وهروب؟ ممكن يكون انت كنت محتاجه حاجه تفرحك فاحتجت الشهره؟ ما عيالي مفرحيني برضك. عيالي عايزه الشهره ليه يا اميره؟ عيالي مفرحيني برضو. عايزه الشهره ليه؟ شهره ايه بقى؟ الشهره. انت عامله دلوقتي اكونت على التيك توك. ماشي. عايزه تتشهري، عايزه الشهره ليه؟ انا مشهوره من غير الاكونت دي. مشهوره. انت كنت جايه مصر عشان تتشهري، الاوبرا وال لا انا مش جايه انشهر، مين اللي قال لك ان انا جايه انشهر؟ هو باين كده. لا 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 انا مش جايه انشهر. اللي يقول كده انا واجهه، ما انااش جايه انشهر ولا جايه محتاجه حاجه من حد. طب ما جيتيش ليه لابسه لبس الدريس كود بتاع الاوبرا؟ لا انا اجي بطبيعتي، ما فيش حاجه اتغيرت. بتتعزمي في افراح؟ امال ايه؟ بتحضري مع الستات ولا مع الرجال؟ مع الرجال. طب هو ده ينفع؟ وبرضك بخش. طب بذمتك ده ينفع؟ لا ده بيحترموني قوش. ازاي؟ بيحترموني، ده بيخرجوا يسلموا عليا والكراسي والكلام دوت. لا 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 بيحترموني. ايوه. وفي العزاء بتروحي مع الستات ولا مع الرجال؟ مع الرجال. انت عديتي مثلا بموقف خليكي محتاجه تبقي اقوى علشان ما تتاكليش، ما تتظلميش، في حاجه خليتك كده؟ محدش يقدر يكون. تصدقي ان انا بضرب رجاله؟ جوزك بيغير عليكي؟ عارف اللي مراته بمترك. بيغير يعني؟ ما فيش الراجل بيغير على مراته. انا بقول لك عارف اللي مراته لو ما هوش واثق فيا وعارف ان انا بميت راجل مش هيخليني اروح ولا اتصور مع الناس. وبيعشقني لو لابسه شوال خيش. لو شوال خيش لابساه. يعني قرايبك والناس اللي حواليكي عارفين ان الاميره جوزها بيحبها قوي؟ بيعشقني. هو مش ممكن يتجوز عليكي؟ ما يتجوز، هجوزه انا. بس هو بيعشقني، يقول لك انت الاولى والاخيره. هتجوزي انت ازاي يعني؟ لا هو عاوز يتجوز. مش هتغيري؟ لا مش هغير. يبقى ما بتحبوش؟ لا بحب. طب ازاي تتجوزي عليكي لو بتحبيه مش هتغيري؟ بس انت بتقولي لي جوزك مش عارفه ايه. انا فكرتك تقولي ده انا بهدل الدنيا. لا هو ما يعملش كده. ما انا فعلا انا بهدل الدنيا ساعه الجد يعني. انا الجد هبهدل الدنيا، انا مش هكدب عليك. بتحبي في ايه بقى جوزك انت؟ بحبه عشان بيحبني. اللي بيحبك هتحبيه ولا تكرهيه؟ هتكرهيه ولا هتحبيه؟ احبه طبعا. ايوه. انت بتحبيه عشان هو بيحبك؟ اه. انا عايزه اعرف، انت ست حلوه، انت عاوزه تعرفي من ساعه ما انا قعدت قدامك عاوزه تقلعيني دي. لو هتموتيني مش هقلعها يعني، ريحي نفسك. اه نفسك في حاجة؟ أنا نفسي في ستر ربنا. ونعم بالله. ستر ربنا أحسن من كل حاجة في الدنيا. يعني أنت يا معلمة لما بتكتئبي وبتزعلي بتقعدي تصدقيني؟ أه. أنا لما بزعل بكتئب ما بقولش لحد حاجة. ليا حتة مع نفسي بروح أقعد فيه. فين؟ في نفسي جنب بيت أبويا كده. استراحة ليا. ما بحبش اقول لحد حاجة عني خالص. ومن يوم ما اتجوزتي جوزك كان يعني كده؟ يبقى اكيد لبست فستان فرح. اه لبست فستان فرح. كان شكلك ايه بقى؟ كنت جميل. عملت شعرك؟ كانوا جايبين لي ناس من مصر
وكان فرحي مش هقول لك، فرحي كان قد مصر دي بحالها. كان زحمه، كان موت. طيب بعدين قولي لي كده، لبست فستان وعملوا له شعر مدرجات كده وقصوا له شعره، وكنت عروسه زي هي عروسه، بس كنت كانت الناس فرحانه بيها قوي. ربنا يعني مقرب لك فرحتك ومكبرها. طب ما ده حلو، ده حلو، ده في حد ذاته رزقك واسع. ابويا ده كل حاجه في دنيتي، اغلى حاجه عندي، نني عيني من جوه. ازاي قولي لي؟ زي الناس لما بيشوفك كده على التيك توك بيقول لك ايه؟ بيبقى مبسوط بيا قوي. تحبي تشوفيه؟ اه معاكي صور لي؟ اه وريني. ابويا وريني. ده بابا. ابويا. انتوا قاعدين في محل ايه ده؟ ده قاعدين في الشارع جنب بيتنا كده في الشارع الجديد. قاعدة جنبه بالعمة. عندك كم كيلو ذهب كده؟ عندي يجي 3 كيلو ده. ما شاء الله تبارك الله، ما تسمي الله يا ستي. سيبها على الله. ونعم بالله. طب بتحبي الذهب؟ ما انا بقول لك اهو، الخير بيخلي. لابسه في رجلك ايه؟ جزمه رجال. والله كنت خايفه اسال السؤال. يا رب انت شاهد على اللي انا بقوله. لابسه في رجلك ايه؟ جزمه رجالي. انا السؤال ده في دماغي من اول ما شفت امير، لان الجلابيه طويله ما شفتهاش من رجليها، وخفت اسال السؤال. لابسه جزمه رجالي ليه يا امير؟ كده تبقى حاجه قيمه كده على الجلابيه البلدي. طب وايه المشكله لما تلبسي جزمه حريمي؟ ما بعرفش. من غير كعب يا اميره؟ بلبس حتى الشباشب بتاعت رجالي. من غير كعب؟ ما بعرفش. تعرفيش ازاي؟ زي الناس. السيف فين؟ قالوا لي عندك سيف ده. ما جبتوش. ليه؟ هي لسه قايله لي عليه واحنا في العربية. عندك سيف ليه؟ انا بجيبه، بحب انزل بيه الافراح والكلام ده. ترقصي؟ اه. بالعصايه؟ اه. لا. اه والله. اه. على الطبل البلدي. ما بحبش الاغاني الرومانسي ولا الكلام ده. ان شاء الله باذن الله يمكن اكون اقنعتك. ده انا اللي هقنعك بقى، تقال انا افصل لك جلابيه بلدي بوفطان تلبسيها تبقى اموره فيه. وانت هتبقى اموره برضو في جيب حلوه وبلاوز جميله. خلاص ماشي. انا واثقه ان انت جميله. انت الاحسن. نورتيني. خرجين اتنين معلمين يا امير. ما ايه يعني؟ هو في معلم هيخرج مع معلم؟ هو بيتباهى بيا. غيري، ما حدش فرض عليكي كده. ما بعرفش، مش هعرف اغير، ده طبعي و... انا عايزه اعرف، انت ست حلوه. انت عاوزه تعرفي من ساعه ما انا قعدت قدامك عاوزه تقلعيني دي. لو هتموتيني مش هقلعها. يعني ريحي نفسك. اه نفسي امثل دور ناديه الجندي ده. ما ناديه الجندي كانت زي القمر. طيب انتشرت فيديوهات اميره بنفس الكاركتر ده بالجلابيه والعمه، ذهب كتير قوي، وراحت اماكن، مسرح عند الاستاذ محمد صبحي، والمهرجان، ومهرجان مهرجان القاهرة السينمائي. هو في ايه؟ هو في ايه؟ انت عايزه ايه؟ انت بتعملي كده ليه؟ هي الست اللي شكلها كده ممكن تعمل كده ليه؟ عندي قناعات ان السوشيال ميديا لما بتطلع كاركتر بيتقلد، بتروحوا تقلدوه. ناس كتير بقى ممكن الاقيها ماشيه بجلاليب بلدي وجزم رجالي والعمه. اما بيجي الشخص يقعد قدامي تقول لي مثلا انا اتجوزت، انا ام الاربع بنات، انا ايدي بايد جوزي، انا تمام، ولا اخوها اللي جايبها عندنا وماشي معاها في الطريق. هي القناعات دي بتيجي صاحبها بيبقى مقتنع بيها. قالوا لي ان من وهي صغيره كانوا بيلبسوها الجلابيه والعمه. طب هي لو لبست عباية سودة، كلنا عارفين العباية السودة من أعلى 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 المستويات الاجتماعية لحد أبسط وأقل حد فينا، ولكل الجميع الاحترام،
ومفيش بيت البلوكر او الدولاب بتاعه ما فيهوش عبايه، كله بيلبس عبيان. ده بالعكس، طب يجي وقت عليك تلاقي ناس بتتنافس على شكل العبايه وقماشه العبايه. العبي دي ليها ديزاينات يعني، ناس بتبدع فيها، ويمضوا هنا السنكشر بتاعتهم، ودي ميد ايه، ودي خليجي منين، ودي احنا عارفين كل حاجه. لحد ما تنزل كده العتبة ولا وسط البلد ولا امبابة ولا شبرا، تلاقي العباية الحلوة السودة دي برضو انتوا عارفين كل حاجة. كان حد ضايقها وهي لابسة عبايتها وطرحتها وذهبها؟ كان حد قال حاجة؟ لا. ايه اللي خلى الست تستخبى في التوب الرجالي؟ قلت لك بيسترني. طب ما اي لبس طويل محتشم بيستر. في تناقض غريب في المجتمع ده، تناقض غريب ورهيب. نبقى كارهين الحاجه ونبص عليها وندعمها، نبقى مش شايفينها عن قرب ونهاجمها. الست دي عن قرب لازم اقول حق ربنا، الست دي عن قرب جميله، تحب ابوها قوي واخواتها قوي وليها خير فيهم، ربنا فتح عليها ورزقها من وسع. تقولي انا بذبح في اليوم اربع ذبايح، مفيش حد بيذبح الرقم ده. بناتها بيحبوها جدا، هي كمان ما بتغلطش ولا بتتكلم في حد، مش ست مسيئة وسيئة، لا. أنا كنت مش حابة الكلام اللي بيتكتب عليها، لأن هي أكيد أحسن من الكلام ده، بس كل واحد فينا بيختار يقابل الناس بأنهي وش، وزي ما بقينا نقابلهم بالوشوش بنختار نقابل الناس بأنهي لبس، بناء عليه الحكم بيبقى علينا. مش ما عنديش كلام اقوله تاني، هي شخصية كده عن قرب بالظبط، لا زودت ولا قللت في حاجة، بس هما قالوا لي ان اميره مش متعلمه وهي ما حبتش تقول ده قدام الناس لان هي انحرجت. ده يثبت ان التعليم مهم. هي قالت لي ان ولادي لازم يبقوا دكاتره ومهندسين ومدرسين ومحاميين. احترمت وجهه نظرها، حبت تداري عيبها، ما لقتش عيب في نفسها غير ان هي ما كملتش تعليمها، اما اي عيب تاني ما فيش. ده واقع أميرة وده اللي انتوا شفتوه. حد من السادة المشاهدين هيقول لي يا نهال، هقول له يا نعم، انت بتجيبي الناس دي معاكي ازاي وبتطلعيهم؟ انا تعبت من السؤال ده وتعبت من اجابتي عليه. اوعوا تفكروا ان الشخصيات دي ما ظهرتش قبل كده او انا اللي بدعتها، ده ما بيحصلش. واوعوا تفكروا ان الشخصيات دي مش ألف بيحاول يحاورها، في منهم نجح وفي منهم ما نجحش، ما عرفش يحاوروهم اصلا. قبل كده قلت في حلقه كرام مشاكل ما حدش عارف يقعده على كرسي قدامه. الى النهارده لدلوقتي سوزي الاردنيه ما قعدتش في بلاتو بني ادم غير عندي، ومش مره، مرتين. ليه؟ اولا توفيق ربنا، ثانيا انا بخاطب عقل، ما بهاجمش حد. انا ببقى عايزه اوضح لك الشخص ده عن قرب عامل ازاي. عاجبك امشي وراه، عاجبك البس زيه، عاجبك اتكلم زيه، عاجبك ابقى زيه، ولو ما عجبكش بس. موضوع بسيط، من غير لا ابقى عظيمه وبطل على حد، ومن غير ما اجرح حد، ومن غير ما اغلط في حد، من غير كل السفاهات دي نهائي،
مش انا اللي هعمل كده. استحاله حد يبقى في ضيافه نهال طايل ونهان. ليه يعني؟ عشان ايه؟ من منكم بلا خطيئه فليرميها بحجر، ولكني اتحفظ. اتحفظ، اهاجم شويه حاجات وتصرفات. اهاجم، لكن مش الشخص، مش كونه هو في نفسه. بعتولي كل رسائلكم وكل حكاياتكم على بيجي برنامج اسمها هلطه على انستجرام، على بيجي برنامج اسمها هلطه على الفيسبوك. تعالوا بقى اوريكم شويه حاجات كده تخص اميره عن قرب بقى. جاهزين؟ دي صورتها مع باباها. احنا هنلاقي ان الجلابيه البلدي ما بتتغيرش. يا جمال اللون يا اميره، الله على ذوقك والوانك. اخضر ده بيفكرني بسيدنا ومولانا سيد البدوي. شلاي سيد بدوي بنتها، دي بنت من بناتها، دي البنوته الثانيه، دي هي وجوزها، دي هي وهي عروسه. وتقريبا ده كان اخر فستان بتلبسه اميره في حياتها. دي صورها هي وعريسها، دول بنتينها الاثنين ما شاء الله. تعالوا بقى نشوف فيديو وهي صاحي من النوم الصبح كده نازله الشغل. ايوه اتفضلوا. اهي ست تشتغل زي اي ست مصريه اهي. كانت عامله مبادره جميله قوي، كيلو لحمه ب 200 جنيه حتى الناس هجمتها فيها، قالوا اكيد اللحمه دي مش تمام ومش معرفش ايه. هو كده يعني الحال. هتلاقوا صوره الخاتم بتاعها الفضه لسه في ايديها. هنا بقى قلعه الذهب والسلاسل والغوايش كمان ممكن، ولا لابساهم وبتشتغل راكبه التروسايكل اهي. في حاجه تانية يا اساتذه عايزين توريها للساده المشاهدين؟ دي حياه الست امير. بصوا، انا دايما ببقى رافضه الست اللي بتستخبى في طوب الراجل، يعني ببقى رافضه الشكل ده. البنات اللي بشوفهم قصين شعرهم على جرسون كده ولابسين الكارجو والتي شيرت او الست تيجي تعرض صوتها وتفكر ان كده خلاص بقى هي راجل. انا بشوف ان العالم ليه توجهات خطر دلوقتي، قمة الخطر، قمة الخطورة على أولادنا. هم بادئين يدعموا المثلية عيني عينك. أكيد أنت شفتوا افتتاحات الأولمبياد في باريس، حاجة كده استغفر الله العظيم يا رب. شفنا كلنا الفيديوز والصور، كانت وحشة أوي أوي فوق ما أنتوا تتخيلوا. عالمهم الريمبو ده بقى ينتشر جدا. هما ليهم هدف اسمى. مش عايزه اتعمق وادخل في حته كده الواحد بيقرا فيها وتكلكع بيها حلقتي، الماسونيه والمليار الذهبي في نفس الوقت هما بينهوا فكره التزاوج والتكاثر. فمن هنا في جيل طالع، بدأت من ديزني، من الأغاني، من ممثلين، من المغنيين، وبيخاطبوا الجيل إحنا عدينا اللي بعدنا، الجيل ولادنا هم عايزين يستفردوا بيه. أوكي؟ هتلاقوا ديزني مثلا في حاجة عندها اسمها داد وفازر، فمفيش مام،
مفيش مظهر. الناس اللي بتتابع وبتقرا وبتتثقف وبتقرا في الموضوع ده هتلاقيه. هنا انا ما بحبش اشوف ده. لذلك جه الحاحي عليها البسي عبايه بطرحتك، البسي جيب وبلوزه، البسي اللي انت عايزاه، بنطلون واسع، يا ستي ما تلبسيش بناطيل. ولكن بسي لبس يعرفني نوعك، جنسك، انك ست. بس هو ده اللي انا براعيه في البرنامج ده، لا اكتر ولا اقل. لان في اجيال جايه بعدينا. يا عالم مصرها ايه؟ او هتروح فين؟ الملك لدى المالك، ولكن في دسائس وحاجات بتندس علشان المجتمعات اللي حوالينا كلها تبعت لينا شكل معين وتصدروا لينا. ده مش منطقي. هو ده اللي انا بهاجمه. أميرة لو كانت لبست طرحتها والعباية على الدهب كانت هتبقى عادية. معلمين كتير جدا على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا وعلى انستجرام وعلى التيك توك بشوفهم ما رحناش ليهم. معلمين كتير قوي لابسين دهب اكتر من أميرة كمان. اسمها الشبح والتانية اسمها عدي، حافظين رايح جاي. ما رحناش. ليه ما رحتوش؟ حياتي ستات. هم حابين الابييرنس ده، حابين الشكل ده، هروح اكلمها في ايه؟ هي مش غريبه، هي عاديه، بس هي مزوداها شويه بطريقه معينه. تقول لك انا معلمه، خلاص اتفضلي، شاكره ليكي، عادي. اما اللي خلانا اميره تبقى معانا الجلابيه والعمه. واحنا بنربي بناتنا مش لازم نقول لها انت بنت ب 100 راجل. تعالوا ننهي على الكلمه دي. لا، نقولها انت بنت جدعه، انت بنت قد المسؤوليه، انت بنت ما يتخافش عليكي، انت بنت مش سلبيه. براحتك بقى حضرتك عايزه تكلميها على الريسبونسبيلتي، تكلميها ان هي بوزيتيف، وتكلميها ان هي اكتف. اللغه اللي تحبي تتكلمي بيها مع بنتك في اي مكان وفي اي مستوى اجتماعي اتفضلي اتكلمي بيها عادي جدا. ولكن لازم نحافظ على كينونتهم اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها بيهم، خلقهم بيها. انا دايما عندي النحو ساعات بيسقط مني كده. اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقهم بيها ده مهم، مهم حقيقي مهم. انت بنت شاطره، انت بنت قويه، ده اهم حاجه. بلاش انت بنت ب 100 راجل، انا في ظهري واد مش في ظهري بنت. لا لا لا، انسوا الكلام ده خلاص، ما ينفعش. قولي انا ظهري مسنود بيكي، قولي انا فخوره بيكي، قولي لها ان انتي عظيمه. مش عايزه اتكلم. الامهات بتعرف، كل ام بتكلم بنتها بالطريقه اللي تريحها. كل واحد حر يربي ابنه وبنته بطريقه اللي تلزمه، بس نحافظ على كينونتهم. الولد ولد لابس بناطيل ضيقه زياده عن اللزوم ما يصحش، تيشرت مفتوح لحد هنا ما يصحش، مفيش ولد يبقى كده. ما بيلبسوش ديكولتيه وسكندات لا ما ينفعش، ما ينفعش. تيشرت الواد معروف، بنطلونه معروف، الشورت بتاعه معروف، الجينز بتاعه معروف. ده مهم قوي. طريقه كلامه، اسلوبه، كل ده بيفرق. تعالوا نحافظ على مجتمعنا. اميره هي كاركتر كده، انا لا معاها ولا ضدها. انا ما شفت ست، حتى لو انا رافضه الجلابيه والعمه اللي لابساهم، رافضاهم، لا داعي.
انت احلى من الجلابيه والعمه، انت اقوى من الجلابيه والعمه، انت ست فعلا جدعه، انت فعلا قد المسؤوليه، مش محتاجين جلاليب وعمم. ليه؟ وفي نفس الوقت انا مش ههاجم واقطع بقى واشتغل جلاد على الناس. بعتولي كل رسائلكم وكل حكاياتكم على بيجي برنامج اسمنا هل طالع على الفيسبوك، دي البيجي بتاعتي، دي الفيسبوك ودي التيك توك او انستجرام، دي ام جاسر، ده التيك توك، عايزه اقول حاجه، يمكن ربنا سبحانه وتعالى صرف لي نجاح كتير قوي 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 قوي، ومن ضمن النجاحات دي صرف لي ان انا اعرف اخاطب وجوه السوشيال ميديا دي. ارهنك لو لقيت حد بيعرف يقعد قدامهم ويحاورهم ويتكلم معاهم، بدليل الانتشار الكبير اللي عملنا بيهم. كلكم كنتوا بتحبوا تسمعوهم ليه؟ احسن تعرفوهم، تشوفوهم عن قرب، فدي من الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى ميزني بيها. كان في بداياتي خالص ربنا سبحانه وتعالى ميزني بالحوادث، كان كل حد يشوفني يقول مذيعة الحوادث، ونجحت جدا فيها ان انا اوصل لكم ألم ووجع وجرح اللي قاعد قدامي ويوصل عبر الشاشة دي، وكان ده توفيق ربنا برضو. فبنيجي نتقدم بيبقى في جزء بيظهر واتنين وتلاتة. أنا اكتشفت نفسي في مناطق كتير جدا، كانش عندي خلفية فنية كبيرة، ولكن اكتشفت إن أنا عندي خلفية فنية مهمة جدا شخصية ما طلعش أتكلم بيها. فبقيت لما بحاور الفنانين كل الجرايد والمواقع بتاخد مني، بالظبط دول بيظهروا على السوشيال ميديا، لأن أنا ما اقدرش اعمل السوشيال ميديا، يعني بتدخل في كل بيت وفي ايد ولادنا. تعالوا نطلع الفاصل ونرجع لكم مره تانية، ابقوا معانا. اهلا وسهلا مره تانية بكم في تفاصيل. عايزه اتكلم عن احلامنا، عن أوجعنا، عن الشغف اللي بقى جوانا. ساعات بنقعد نقول ياه هنصحى الصبح، هنروح الشغل ونرجع من الشغل، نروح في الطريق وزحمة الطريق وحر الطريق وبهدلة الطريق، ونيجي ونروح تاني يوم ونروح، والنهارده شبه امبارح وامبارح شبه بكرة وبكرة. طيب هو الروتين ده نعمة ولا نقمة؟ نفس الاكل يا ماما، انتي طبخه ايه؟ طبخه فراخ، طبخه لحمه، طبخه مش عارف ايه، سمك، يوه هو كل يوم نفس الاكل. طب هو ده نعمه ولا نقمه؟ تقومي تلاقي نفسك زهقانه، كل شويه تظبطي في البيت وتعدليه وترتبيه عشان معاكي طفلين ثلاثة شقاي، يحطوا اللعب، تيجي انتي كمان ساعه تشيلي اللعب، يحطوا اللعب تشيلي اللعب، وتفضل الحياه على كده. واقفين بنتين في البيت بيتخانقوا مين اللي هيغسل الطباق بعد الغداء، وبعد ما نشيل السفره او الترابيزه او الطبليه اي مكان اي حاجه، والخناقه شغاله. طب ده مش نعمه ولا نقمه؟ هو احنا ليه الحاجات الناعمه اللي في حياتنا فقدنا قيمتها؟ ليه؟ مرحبا معايا مولانا الشيخ ابراهيم الدسوقي. اهلا وسهلا بك يا مولانا. يا اهلا وسهلا بحضرتك. نقول النهارده شبه بكره شبه امبارح، هناكل ايه؟ ونتضايق واحنا بنسال السؤال، يا جماعه حد يساعدني. قلت لها يا ستي بقى شوف هو كل يوم نفس الاكل، لكل يوم لحمه وفراخ، كل يوم سمك، وفي حد يقول انا زهقت؟ هو لما الفت النعمه دي عامله ايه؟ يعني ألفة النعمة دي بتوصلنا لفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال، الحمد لله فهو المحمود وهو للحمد أهل،
نحمد الله قبل الرضا ونحمده بعد الرضا، والحمد لله هي كل الرضا. لو حمدنا الله سبحانه وتعالى على حالنا لرضانا بما نحن فيه، ولكن وأسفاه كل واحد فينا مش عاجبه اللي هو فيه، لأن كل واحد فينا باصص للي في إيد غيره، علما بأن سيدنا الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام حط لنا قاعدة جميلة قوي، قال ولا تنظر لمن هو أعلى منك فتسخط، وانظر لمن هو دونك فترضى. كمان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما اتكلم ونقل إلينا كلام اللي قاله سيدنا موسى، لما ربنا اللي قال كده لا تخشى الفقرة، احنا عمالين الدنيا والطوب بيجري في رجلينا، عمالين نجري والطوب بيجري في رجلينا عشان خايفين من بكرة، علما بأن أزكى الأزكياء لا يتمنى أبدا أن يكون أقل من غيره، ولكن يتمنى أن يحمد الله على ما هو فيه. أنت خايف السنة اللي جاية هيبقى فيه فقر، أنا معايا دلوقتي 1000 جنيه لو صرفته مش هعرف أكل بقية الشهر، هنا في عندنا مشكلة خوف الفقر، ربنا سبحانه وتعالى حط فيه قاعدة، يا موسى لا تخشى الفقر ما دامت خزائني ملأة وخزائني مملوءة لا تنفد أبدا. طب الراجل اللي عمال يقول ده فلان ده زي دايما في واحد كده عامل يعني عامل شيخ عرب على غيره، عاوز يعمل شيخ بلد على غيره، وهو عنده مشاكل في بيته عاوز 20 شيخ بلد يقعدوا فيها شهر على ما يحلوها. طب انت ليه بتبص لغيرك؟ فربنا راح قايل لي يا موسى لا تنظر لعيب غيرك ما دام فيك عيب، وابن آدم لا يخلو من عيب أبدا. فلو بصينا للحاجتين الاتنين وكل واحد فرغ نفسه لحاله وحال عياله وحال زوجته وحال بيته، أكيد مجموعة من المشاكل الكتيرة جدا هتتحل. هنا بقى أقول في النعمة أو إل في النعمة، أنا كل يوم عندي بروح الماركت بجيب لحمة خلاص بقت عندي مشكلة، حتى لو أنا عندي ومش هستخدم اللحمة دي، لو أنا دخلت على بتوع البيت وما جبتش لحمة النهاردة يقولك ليه أنت بتروحش ليه. فبقينا نبص للنعمة ونسينا المنعم، دي خطورة الموقف بس. ولذلك حتى المية لو قطعت عندنا نقولوا الحنفية ما تجيبش مية، واحنا ما بنقولش الحمد لله ان عندنا المية 24 ساعة الا 5 دقايق اللي المية قطعت فيه، ما بنقولش الحمد لله، بنحتاس والدنيا كلها بتقف، الدنيا كلها بتقف عشان ربع ساعة، عشان ربع ساعة من غير مية. بيتي من البيوت اللي ممكن تقف فيه فعلا لو مية قطعت، كل واحد بيعمل حاجة يقعد، ما فيش هتعمل ايه من غير مية؟ كل حاجة في البيت محتاجة المية. طيب يعني لو بصينا لنفسنا وحمدنا ربنا وقلنا الحمد لله، وسألت ابراهيم الدسوقي ايه يعني ليه المايه بتقطع عليه ربع ساعه، اقول لك والله وطالله وبالله بنروح عند ناس ما عندهم ميه ال 24 ساعه ال 24 ساعة. عشان كده بنقاتل نفسنا وبنسارع وقتنا وبنقول بضمير، وبيبقى الواحد فينا يكاد يبكي بدل الدموع دم على حال الناس دي، وبنبقى عاملين نقول للناس يعني وحياة ربنا وحياة ربنا بصلنا عشان تجيبوا لنا عشان نودي للناس دي مية، ما هم اخواتنا برضو وحبايبنا. وبرضو الدولة حطت ايديها في ايد المؤسسات عشان تدعم تمن وسط الميه. هي الحقيقه اطلقت ايدين المؤسسات، كمان اطلقت ايدين المؤسسات الخيريه ووقفه في ظهر المؤسسات بتقول لهم روحوا واعملوا وخدوا لما تخشوا بلد تخلصوها خالص عشان نخش في كل الناس يبقى عندهم حياه كريمه. ألفة النعمه دي بتبقى غضب من ربنا او عدم رضا؟ هو ربنا سبحانه وتعالى قال نسوا الله فنسيه، وحذر ربنا سبحانه وتعالى من نسيانه وقال ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. عشان كده كمان حط اللي بيذكروه سبحانه وتعالى في منزلة أعظم، أعظم منزلة، هؤلاء هم الآمنون من عذاب الله يوم القيامة. فالذي يذكر الله يرتاح ضميره، يفك كربه،
يكشف كربه، يشفى مرضه، الذي يذكر الله سبحانه وتعالى بضمير بيقين، تذكر ربنا في الصدقة اللي انت بتديها، في الصدقة اللي انت بتديها، هو ده ذكر الله سبحانه وتعالى. تذكر ربنا في انك بتقول لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو انت قلت دي في اليوم مرة واحدة، ايا كانت ذنوبك، ايا كانت ذنوبك، ربنا بيغفرها لك. لان لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 24 حرف، واليوم في 24 ساعة، فإذا حافظ الإنسان على ذكرها غفر كل حرف منها ذنوب ساعة. تعالوا نبتدي حلقتنا ونشوف أول فيديو معانا ونرجع لكم مرة تانية، ابقوا معنا. اللهم اجعلنا من الميسرين يا رب العالمين. ست ولاء، ست مطلقة وهي في بداية حياتها وعندها أربع بنات، أربع بنات صغيرين. بيت من غير مية يبقى مش بيت، حياة من غير مية ما تبقاش حياة. مين اللي هيقول العيال اللي هم زي اليتامى دول المية بتاعتهم عليه، والسقف كمان يعني ده ما فيش حتى شعاشيب عشان حاجة تقف عليه، يعني الشمس في قلب البيت والهواء في قلب البيت والمطر في قلب البيت. محتاجة سقف ضروري، يعني ضروري عشان خاطر اقعد براحتي انا وبناتي، لان هما بنات لازم يبقى قاعدين براحتهم. طب والمية بتشرب منين؟ بشرب من عند اهلي، من عند ابويا، فمحتاجة وصلة مية، ومحتاجة ان انا اعمل سقف واحط بيبان على البيت. من فرج على مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على مسلم يسرها الله عليه. يعني ولاء وبناتها ما عندهمش سقف، ما عندهمش باب على البيت، ما عندهمش وصلة مية. ساهموا يا أهل الله، يا أهل الخير، ساهموا عشان الست دي تعيش مع أولادها عيشة كريمة. المؤمنون إخوة، اللي معاه يدي اللي معهوش. اللي هيجيب وصلة المية للست دي وهي عيالها بيشربهم هيدعولها، وهم بيفطروا على المية هيدعوله، وهم بيصحرهم ويشربوا من المية هيدعوله، لما يرتاحوا وينسك عليهم باب العيال دولت يدعوله. الست دي دعوتها مستجابة عند الله سبحانه وتعالى. حد بيشوفنا انا وحضرتك وقرر يطلع زكاة ماله وعايز يساعد الست دي، عاوزين اربع اسهم سقف للست دي بعشرين الف جنيه. ليه انا قلت اربع اسهم ما قلتش خمس اسهم؟ ورغم ان البيت احنا زي ما احنا شفنا في التقرير في عروق خشب واقفة، في بعض الناس جابوا لها عروق على اساس انها تحطها وتحط عليها بوص او تحط عليها حاجة، فعاوزين نجري بسرعة عشان نجيب بقية العروق ونجيب بقية الألواح ونعمل لها السقف ونجيب لها باب لأوضة النوم حتى، وباب لأوضة للباب الباب العمومي بتاع الشقة أو بتاع البيت نفسه، عاوزين نعمل لها بابين ثلاثة أربعة على أساس، وباب الحمام عشان نستر البنات دي، عشان اللي يسترهم ربنا هيستره. كمان عاوزين لهم وصلة مية، لأن وصلة المية بالنسبة ليها مهمة جدا، زي ما احنا حضرتك شايفين في الصورة البنات صغيرين، أمهم على ما بتروح تجيب جيركن وتيجي بتمشي 2 كيلو، ساعتين رايحة وساعتين جاي، يعني أربع ساعات. لما تسيب بيت فيه أربع بنات بالشكل ده برضو شيء صعب جدا، يا إما هتاخد 2 معاها يبقى مش جاية إن شاء الله لآخر النهار. في حد بيبقى اتسحب من لسانه وقال نادر عليا لو نجحت لأعمل وأخليه، نادر عليا لو ربنا كرمك وولدتي وقمتي بالسلامه لا اعمل واخليه، لاجل عليا ابني لما يتجوز ولا يخطب يعمل اعمل واخليه. النذر، النذر الوفاء بالنذر واجب. ربنا سبحانه وتعالى مدح قوما في القران الكريم فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
فالوفاء بالندر واجب، زي ما طلع من لساني بالظبط اعمله، زي ما طلع من لساني بالظبط اعمله. يعني واحد يقول لك انا كنت هبح خروف، طب الخروف ده دلوقتي ب10,000 جنيه، طب انا اجيب ب10,000 جنيه لحمه هيبقى اكتر من الخروف؟ لا يا سيدي شكرا، لا خالص. اللي نذرته اللي نذرته هو اللي هتعمله. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، زي ما انت قلت لازم تنفذ. طيب هل الوفاء بالنذر واجب؟ نعم الوفاء بالنذر واجب، وهيبقى معاك وهتنسأل عليه دنيا وآخرة، عملته أهلا وسهلا، ما عملتوش ربنا سبحانه وتعالى هيقول لك انت قلت كذا وكذا وكذا وما نفذتش. طب ازاي هو لازم واجب يعني؟ والحكاية اذا كان خلف الوعد مع الانسان نفاق، فما بالكم بخلف الوعد مع رب الناس. يعني انا لو وعدت واحد بحاجة وما عملتهالوش ابقى منافق، واذا وعد اخلف، ايات المنافق 3، واذا وعد اخلف منهم. طيب اذا كان مع الانسان نفاق، طب مع ربنا سبحانه وتعالى هيكون خلف الوعد شكله ايه؟ يبقى لازم اللي يقول حاجة لازم يعملها. طب هل يصح ذلك من زكاة المال؟ نعم يصح ذلك من زكاة المال. في حد دايما يقول لي ده بيقولوا لي زكاة المال ما تنفعش اعمل بيها مية، ما ينفع تعمل بيها ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال للحبيب النبي عليه الصلاة والسلام خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. يبقى زكاة المال تطلع في الثمن مصارف بتوع الزكاة، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. حط بقى في سبيل الله، افتح القوس وحط فيه كل اعمال الخيرات. طب انت عاوز تبقى خير الناس، كن انفعهم للناس. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير الناس قال انفعهم للناس. طب يا رسول الله ما هو خير الاعمال عند الله؟ قال سرور تدخله على مسلم بمال الله سبحانه وتعالى الذي اعطاه اياك، اصرف منه حق الله سبحانه وتعالى، لان الله سماها مش صدقة زي ما انتوا بتقولوا صدقة واعملها او ما اعملهاش، لا ده حق. وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، يبقى ده حق عند ربنا. ولذلك انا بقول اوجب الواجبات الصدقة، وخصوصا هذه الايام، وخصوصا وانت صحيح وانت موجود وانت عايش. حد يقول لي يعني ينفع وانا موجود اعمل لنفسي صدقة جارية؟ طبعا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال 7 يصل ثوابهن الى الميت بعد موته، ورجل تصدق حال حياته، حال حياته وهو يبغي الغنى ويخشى الفقر. الله. يبقى اعمل لنفسك، صدقوني الايام اللي جاية دي والاجيال اللي جاية دي لا هتعمل صدقات ولا هتفتكر الا ما رحم ربي. تعالوا نشوف صداقتنا الجايه فين ونرجع لكم مره تانيه، ابقوا معنا. يقول المصطفى الهادي البشير صلوات ربي وسلامه عليه: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنه. مع مؤسسات فعل خير النهارده زي ما انتم متعودين معانا بنوصل لابعد الاماكن اللي ممكن يتخيلها انسان، ممكن نسافر يوم كامل علشان نوصل لمكان زي ده، مسجد محتاج نمد ايدينا ليه، مسجد محتاج نقف معاه زي اللي احنا شايفينه دلوقتي بالظبط، مبني من الصخر. تخيل كم تكبد اهل هذا المكان العناء كي يصلوا الى ما نراه الان. الجهود الذاتية بدينا في المسجد بالدفش زي ما انتم شايفين بالنقل، والناس يعني بالجهود الذاتية والشباب، فبنينا بالدفش وصبينا برضو بالخرسانة
ومحتاجين تشطيب ومد العون من أهل الخير. بارك فيكم ربنا سبحانه وتعالى. أنا عاوز أقول لك إن الناس دول عملوا اللي عليهم، وبدام أنت شفت إن المسجد محتاج كذا، إنك شفت إن المسجد من غير نجارة، شفت إن المسجد من غير فرش، من غير محارة، شفت المسجد من غير بلاط، من غير سيراميك، يبقى بقت مسؤوليتك أنت، مسؤوليتك إن المسجد ده يكمل كهرباء، يكمل ليه دورة مية، يكمل ليه سباكة، يكمل ليه سيراميك، يكمل ليه نجارة، يكمل ليه أدوات الصوت بتاعته. الإنسان اللي عايز يبقى له ذكرى في الحياة يعمل لما بعد هذه الحياة. ليس كل من عاش في الحياة ذكر، فالمرء يبدأ فكرة ثم يصير بعد الفكر ذكرى ثم يصير بعد الذكرى بعد الذكر ذكرى. تمر الأيام والشهور والسنين مع الدهور وينسى، فالمذكور في الحياة من أدام الله ذكرى. بس كده محتاج ايه وايه اللي موقفه؟ الحقيقة الناس دول عمل المستحيل يا أستاذة، الناس دول عمل المستحيل، لموا صخر الجبل، لموا صخر الجبل وبنوا بيه جدران المسجد، وعملوا فيه الأحمدة بتاعته، وعملوا فيه صب السقف بتاعه، لكن بقي فيه النجارة، الكهرباء، بقي فيه السباكة، بقي فيه السيراميك، بقي فيه الفرش، المكبرات الصوت، الأنوار، كل الحاجات دي. هو مسجد يحتاج إلى مسجد، هو الجدران بس هي اللي موجودة، لكن ان شاء الله القليل يكفي. عاملين فيه اسهم، سهم فيه ب5000 جنيه. عاوز حد يقول لي انا هشيل الفرش، عاوز حد يقول لي انا هشيل البلاط بتاعه، السيراميك بتاعه، حد يقول انا هغفق المسجد، حد يقول انا هبيضه، حد هيقول لازم يتشال، لازم يتشال. هم هناك قبل احنا ما نروح كان ربنا مش هيسالنا على المسجد بتاعه، لان احنا ما شفناش، احنا ما شفناش، بس روحنا وعرضناه على كل الناس والناس كلها شافته. عاوزك تبارك نفسك وتبارك مالك وتحط ايدك في جيبك وتطلع بركة ربنا سبحانه وتعالى من مالك، لان الله نادى على كل الناس وقال انفقوا من مال الله الذي آتاكم، وها هو بيت الله ومعكم مال الله فلا تبخلوا من مال الله على بيت الله. هنا الاسهم، السهم ب5000 جنيه، هنا كل بند من البنود ليها فلوس. اللي عاوز يقول انا عاوز اعمل كهرباء، اللي عاوز يقول انا عاوز اعمل سباكة، اللي عاوز يقول انا هعمل كذا، وهنشوف المهندسين بتوع المؤسسة ونقول لكل واحد فيهم عاوز حاجة، وان شاء الله نقول له يدفع كام عشان الجامع ده. هو احنا داخلين على ايام شهر ويومين، شهر شهرين، وهنلاقي نفسنا قدام شهر رمضان. يا بختك بقى انت لو ساهمت في البيت ده، في بيت الله سبحانه وتعالى، تكونوا ممن مدحهم الله سبحانه وتعالى. ساعات بنلف المحافظات كده ونلاقي عند مسجد فلاني فلاني، كملوا على طول هتلاقوا مسجد فلاني فلاني على ايدكم اليمين. هو ايه قيمه ان الشخص ده تفضل سيرته موجوده واحنا نروح ونشوف اسمه على اليافطه موجوده على مسجد؟ قال الشاعر الحكيم: واعمل لنفسك قبل موتك ذكرها، إن الذكرى للإنسان عمر ثاني. مجرد إن الرخامة موجودة وعليها اسم حضرتك، كل الناس ريحة. روح عند مسجد بتاع فلان، مسجد المرحوم فلان، مسجد المرحوم فلان، كل الناس اللي بيخش الجامع حتى لو ما قراش اللوحة، اللي بيخش الجامع وذكر ربنا ثوابه للعامل المسجد، يسبح ربنا ثوابه للعامل، اتوضى من الميه اللي الميت عاملها يبقى ثوابه يرجع ليه، لان الله سبحانه وتعالى لا تضيع عنده الودائع. وقال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. فساهموا على لبناء واستكمال هذا المسجد، لان احنا داخلين على ايام طيبه، واحنا جبنا لكم الخير لحدكم، انتوا قاعدين، احنا سافرنا ورحنا مطروح ومشينا 1000 كيلو عشان نجيب المسجد ده. حضرتك في بيتك ما تستكترش على نفسك صدقة جارية تتنها ليك وانت موجود وبعد موتك كمان. تعالوا نطلع نشوف تقلنا الجاي ونرجع لكم مرة تانية، ابقوا معنا.
حاجة، عايزين ميه عايزين بتاع، واديك شايف الظروفات وراجل على الله، وما فيش محلتناش حاجة، وعايزين حد يساعدنا وركبنا نفسي تعمل لنا الميه ويساعدونا اي حاجة تعملها معانا، اللي انت ربنا يقدركم على تعملوا معانا. والله ناس الله ما حالتنا حاجة، عشان الراجل شغال على الله، ويوم فيه وعشرة ما فيش، ومعايا أربع عيال، ثلاث بنات عرايس وواد صغار يدهو، إن ناس غلابة والله ما حالتنا حاجة، وربنا يقدركم على اللي تعملوا معانا، وما يحرمناش منكم، تقفوا معانا. يا ريت إن ناس غلابة، بس دول حبايب ربنا. زي ما حضراتكم شايفين الدموع دي غالية قوي 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 عند ربنا، وغالية قوي المفروض تكون عند حضرتك وعند حضرتك. كل حاجة الدمعة دي ممكن بدعوة بعدها ربنا ييسر لك وييسر لك كل أمورك. ربنا يحفظ أولادكم وربنا يعفهم. بعد الصورة أنت ما تقدرش تتكلم، والمفروض ما نتكلمش، المفروض قلوب حضراتكم هي اللي تتكلم، المفروض قلوب حضراتكم هي اللي تتواصل مع دموعها، لأن دموعها دي غالية قوي عند ربنا تبارك وتعالى. من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الدنيا والآخرة. ما حدتناش حاجة ولا عناش عارفين حاجة، والبيت بتاعتنا تقير في الكلب واحد في النطر، النطر نزل علينا مرق نبات في البيت بتاع الناس. والله والله ربنا اللي يعلم. والله يعجز اللسان وينفطر القلب لمثل ما رأيتموه. عارف ان حضراتكم يمكن ما تقدروش تسمعوا كل الكلام اللي اتقال، بس كله دعاوي لحضراتكم عند ربنا تبارك وتعالى. يمكن الصورة يمكن ألم من كده شوية كمان، يعني ألم اللي حسيت ربنا بيه عشان والدتك ودموعها الغالية قوي عند ربنا تبارك وتعالى، وغالية عندنا قوي قوي، وغالية على حضرتك وغالية على حضرتك. بإذن الله بإذن الله بإذن الله هنرضيه عشان يرضى علينا ربنا تبارك وتعالى. ستي دي محتاجة ايه؟ حد بيشوفني عايز ساعتها، وحاجة كمان، حد عايز يخرج الفلوس اللي رايحة لها صدقة ونور على أمه أو على أخته أو على أبوه أو على أخوه أو على زوجته أو على زوجها، وكحه إيه؟ سيدنا الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. عاوزين أول حاجة قالها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة. فأنا عاوز أصدق على أبويا، على أمي، على زوجتي، على أخويا، على ابني، على حد من أي حبيب راح عند ربنا سبحانه وتعالى، فأنا بعمل له صدقة جارية. الست دي لما بتدمع كده وبتبكي قدام الدنيا بحالها وبتقول أنا عاوزة سقف عشان المية بتبهدلنا، المطرة بتبهدلنا، بتقول أنا عاوزة مية نعمل لها بير، نعمل لها بير ب30,000 جنيه، ونعمل لها سقف ب25,000 جنيه، ونجيب لها 3-4 تبواب كمان ب25,000 جنيه، نخللها بيتها جنة وهي مش محتاجة حاجة، هي مش محتاجة حاجة. يعني 50,000 جنيه زائد بير ب30,000 جنيه، والبير ده هيشرب منه المجتمع اللي هناك كله، يبقى نكفي الست دي ونوفيها، ويبقى اعذرنا لربنا سبحانه وتعالى لما يقول لنا انتوا شفتوا المسلم بيبكي وبيقول لكم ساعدوني وما ساعدتوش. انا بقول لكش ادفع من مالك، ده انا بقول لك ادفع من مال الله اللي معاك، وكمان عشان تنمي مالك ادفع الصدقه بتاعته، عشان تزود مالك ادفع الصدقه بتاعته. والله احنا مش عارفين انت بتقول كلام كده غريب، هو انا لما اخد الزكاه من المال يقل ولا يزيد؟ انا عندي 100,000 باخد 5 منهم يبقى 95، هذا حساب البخيل. لكن الكريم الرجل الذي يألف الصدقة يعلم تمام العلم أن النماء سيأتي في 95 لحد ما احسبهم بقى 120، احسبهم 130، احسبهم 150. هل المال للي طالب مال، ولا الوفرة والخير اللي بمال وعيال وبيوت استقرار وهداوة سر النعمة؟ النعمة الله يبارك فيك، النعمة ربنا سبحانه وتعالى بيديها للواحد بشتى الطرق، يديه مال، يديه صحة، يديه راحة بال، يديه ابن صالح يشوفه في الجامع رايح جاي، يديله بنت بتاخد كليتها وبتذاكر وما بتقولش دروس خصوصية ولا غيره، وربنا سبحانه وتعالى هديها كده وشايفة قرآنها وشايفة مصحفها وشايفة السجادة بتاعتها في طوع أبوها وأمها. كل ده رزق، كل ده رزق من الله سبحانه وتعالى للمتصدق. ربنا يبارك في أولادنا كلهم إن شاء الله. حضرتك عايز تقول إيه النهاردة؟
انا محتاج النهارده ابار ومحتاج اسقف ومحتاج وصلات ميه ومحتاج من اهل الخير ان هم يبصوا لمؤسسه فاعل خير عشان ضروري. احنا يعني احنا كنا بنقول الحمد لله الانتظار عندنا قل، لكن للاسف الشديد الحر اللي احنا اللي مأثر فينا كلنا خلى الناس تجري على مؤسسة فاعل خير، واللي كان عاوز وصلة واللي عاوز بير واللي عاوز سقف واللي عاوز كذا. فربنا سبحانه وتعالى يقدرنا ويقدركم ويجعل الدنيا في ايديكم وما جعلهاش في قلوبكم. الورقة اللي معاك بقى عايزين نتكلم شوية في الناس اللي معاك. الورقة اللي معانا النهاردة الحقيقة بنعز نفسنا كمؤسسة فاعل خير، بنعز نفسنا في الحاج عامر جمعان وليد العلي، عشان اخوه الحاج ماجد جمعان مبروك العلي ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيه، وفاة شقيقه عامر جمعان العلي ربنا سبحانه وتعالى يكرمه. عملوا له الناس دي بقى هم نصحين قوي، هم اللي بيتاجروا مع ربنا قوي. هو اخوه متوفى، عملوا له بير فورا، عملوا له بير فورا وقالوا لمؤسسة فاعل خير احنا معاكم ان شاء الله في مشروعات الخير، ومش هنسيب اخونا باذن الله رب العالمين اخونا عامر جمعان عشان كمان هنعمل له مساجد معاكم. كمان عاوزين ندعي للحاج فتحي احمد عوض وزوجته الحاجه سعديه عبد المنعم عوض واولادهم السيده وايمان ورحاب واميره وانجلهم، ده من المنوفيه. الدعاء كمان لاكتوبر، من اكتوبر للحاج المرحوم احمد حسن الجندي واولاده رحمه الله عليهم، المرحوم انور وسعد والسيد والمرحومه فايقه. ومن بلبيس الحاج زكي مصطفى حسن مصطفى ربنا تمم له الشفاء. والله العظيم الراجل ده هزني من اعماقي، كان في المستشفى وقاعد على الاجهزه وقال لي تعالى انا مش عارف هيجي عليا بالليل ولا لا. فروحت لقيته فعلا الاكسجين قدامه وتصدق بثمن البير وبيقول يا رب اشوف البير معمول قبل ما اموت. كمان الدعاء بالحاج عبد الحميد مخيمر واولاده هاني ورشيده والمرحومه فتحيه عبد الدايم عطيه، دول من طبلوها منوفيه، واخويا الحاج رضا غباشي الكومي. كمان من فيصل اختنا المحسنه العظيمه الدكتوره نجوى علي يوسف. اخيرا الدعاء للحاجه جيهان حسني زكي وزوجها المهندس ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيهم. دول بقى ليهم حكايه معانا، دول بقى من المقطم كل ربنا سبحانه وتعالى ما يكرمها تصحى من النوم يا حاج ابراهيم نعم يا دكتور جالنا خير، تعالى خد بير، تعالى خد حاجه للجامع، تعالى خد مش عارف عاوز اعمل الكهرباء للجامع. ده زوجها ربنا يبارك فيه وبيئم الناس هناك في المقطم، راجل من الناس المحسنين قوي قوي قوي، ربنا يبارك فيهم وفي اولادهم وفيكي وفي الانسه جوري ربنا سبحانه يبارك فيها وفي اهلك جميعا ودايما في الخير مع بعض باذن الله. بوقع بقى الناس دي لما بيبقوا عايشين كده ويعملوا الصدقه. يعني بص انا عايز اقول لحضرتك حاجه، هو سبحان الله ربنا بيختار عبيده. صحيح. يعني انا عايز اقول حاجه يا استاذ المشاهدين، لما تلاقي نفسك الصبح كده وانت راجل تاجر وقايم محل قماش بقى، عطاره، سوبر ماركت، قهوه، تلاقي الراجل اللي بالله ده فايت عليك وماسك البخور وعمال يبخر فيك وبادئ، فانت تتقدر وتقول يا عم احنا لسه ما اصطبحناش، اصبر، فيه ايه؟ كلنا بنمر بده. انا بنزل شغلي الساعه 8:30 الصبح، فبقابل ناس، فباجي اقول يا ربي يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. في واحد بيتبارك بيهم وانت جيت لي طب تعالى ان شاء الله ربنا هيرزقني. الدرج الحمد لله ما بيفضاش، الدرج فيه حديد، الدرج فيه حديد، مد ايدك ادي عشان تاخد قد ايه بس. وانا امين يعني اذا اديت له ربنا هيديني. رب الله سبحانه وتعالى لا يكذب ابدا، الله صادق، ومن اصدق من الله قيل لا احد. ربنا سبحانه وتعالى قال عبدي انفق عليك، وربنا سبحانه وتعالى قالها زي سيدنا الامام الشيخ محمد متولي الشعراوي رضي الله عنه ورحمه الله سبحانه وتعالى، قال ذكرنا بحديث ربنا سبحانه وتعالى لما ربنا بيكلم العباد وبيقول له عبدي خلقت السماوات والارض ولم اعي بخلقهن افيعييني رغيف خبز اسوقه اليك. الله يسلمك. انت بس ملهي ليه؟
حط همك في ربنا وربنا هيتولى امرك، واذا ربنا تولى امرك اعرف انك من الناجحين الفالحين باذن الله. والله احنا بنتجلى معاك كده وبتاخدنا في حته، ربنا يديك الصحه، نورتيني وشرفتيني يا مولانا. ربنا يخلي حضرتك دايما في الخير. وكده اكون وصلت لنهايه حلقتي النهارده. ما اعرفش الحلقه الجايه اروح فين ولا هقابل مين، بس الاكيد هروح لناس شبهنا بيدور في واقع وبيدور حواليهم. استنوني كل يوم حد واثنين واربعه على صدى البلد، وكانت معكم نهال طايل في امان الله.